السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كتير كانت خايفة من فكرة الذكاء الاصطناعي يقضي على المصمم. لا، ده الذكاء الاصطناعي هيخدم المصمم. زي ما هنشوف دلوقتي ان في أداة اسمها ستيبل دوت ارت، دي بتتسطب بتدي قوة ان الفوتوشوب يبقى فيه فكرة تحويل النصوص لصور. مجرد ان انت تسطبها تيجي هنا، او زي ما نشوف الفيديو ده مع بعض، تكتب اي حاجة يبدأ يكون لك الصور وتبدأ ان انت تحطها. كل الادوات اللي موجوده على النت قريب جدا هتلاقيها موجوده جوه الفوتوشوب. الفوتوشوب قريب، والالستريتور وكل برامج التصميم هيبقى فيها ذكاء اصطناعي زي ما احنا شايفين. تختار الصوره، تبدا ان انت تحطها وتبدا ان انت تعدل عليها.